السلام عليكم. على خلفية الفوضى الأمنية التي حدثت في تعز ومعضلة حضور الدولة في المناطق المحررة، تبرز أهمية الدولة كحاضر وحيد للحماية والفصل بين الناس وكذا صيانة الحقوق والحريات. وبحسب متابعين، فإن الإشكالات التي تبرز بين فترة وأخرى تعكس طبيعة المقاومة التلقائية غير المنظمة التي جاءت كردة فعل شعبية للانقلاب والاجتياح. كما أن التعطيل الذي جرى لمؤسسات الدولة وتقويض مؤسسة الجيش والأمن بعد الانقلاب ألقى بظلاله من خلال تداعيات على زوايا عديدة، من بينها حضور الدولة قولا وفعلا. استكمال التوجه الجاد نحو دمج الفصائل المسلحة ضمن مشروع الدولة وخصوصا في تعز أصبح ضرورة ملحة لا تقل أهمية عن ضرورة استكمال معركة التحرير، وخصوصا في مدينة نشأت على ثقافة الدولة وحكم القانون والتي لا يستطيع المواطنون العيش إلا في ظلالها. مشاهدينا الكرام، في المساء اليمني لهذه الليلة سنحاول البحث في طبيعة ما جرى، عن أسباب وقوع الاشتباكات المسلحة وتبعاتها، ضعف السلطة المحلية والجهاز الأمني، وأهمية حضور الدولة وتعزيز وجودها وخروج الفصائل المسلحة من المدينة للجبهات. مع ضيفي هنا في الاستوديو الناشط السياسي حفظ الله العميري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ حفظ الله. يا مساء النور، أهلا بك معنا في المساء اليمني. قبل أن نبدأ نقاشنا، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. هذه تعز لم تنجو بعد من الحرب ولا تداعياتها، فلا يزال خيار العنف حاضرا في أروقة المدينة المنهكة، ولا تزال فوراته تظهر في أحيائها المحررة بين الآونة والأخرى. انتشار السلاح وغياب الضابط الأمني ودخول بعض المجاميع المسلحة بالمدينة في صراعات جانبية، جميعها أعباء تنهك مشروع استعادة الدولة كما يقول مراقبون، بل وتذهب أبعد من ذلك كونها محاولة لطعن مشروع المقاومة من الخلف. ورغم أن المدينة تعيش حالة من التعافي خصوصا بعد كسر الحصار جزئيا، إلا أن غياب السلطة المحلية لا يزال يفاقم الأوضاع السيئة التي تعيشها المحافظة ويلقي بأعباء ثقيلة على كاهل السكان. دعوات كثيرة طالبت بالقضاء على الظواهر السلبية وفرض هيبة الدولة لحفظ الأمن وتعزيز حضور السلطة المحلية بشقيها الأمني والخدمي، على اعتبار أن الصراع القائم بين مجاميع مسلحة يؤثر على عمل الدولة وحضورها واستقرار الشارع التعزي. ناشطون مدنيون طالبوا بتفعيل مؤسسات وأجهزة الدولة وإلغاء اللجان والمجاميع، كما طالبوا بتفعيل دور المؤسسة الأمنية والجيش الوطني. السلطة المحلية بدورها عقدت اجتماعا عقب الاشتباكات التي استمرت نحو 10 ساعات بين مسلحين وسط المدينة، أكدت على ضرورة تفعيل نقاط التفتيش الأمنية وسط المدينة ومنع مرور الدراجات في أوقات محددة، على أن تتولى مهمة التنفيذ قوة أمنية يتم إنشاؤها وتعزز بدوريتين من كل فصيل مسلح. إلا أن هذه الأخرى يخشى مراقبون أن تؤدي إلى مزيد من تعميق الانقسام ولا تحل المشكلة، فالمدينة بحاجة إلى قوة أمنية موحدة ومنضبطة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام مع هذه الحلقة، وأرحب من جديد بضيفي هنا الأستاذ حفظ الله. أستاذ حفظ، يعني لو بدأنا بالحديث معك عن طبيعة ما جرى، ما الذي يعكسه من وجهة نظرك؟ عند الحديث عن هذه المشكلة لازم أن نتحدث عن مشاكل حدثت من قبل. نعم. حدثت مشاكل كبيرة من قبل ولم تكن بهذا الزخم الإعلامي الذي حصل حاليا. حدث هناك اختطاف مصورين من قبل، قضايا كبيرة، قضايا كثيرة جدا حدثت، ولكن كان الزخم الإعلامي لها ضئيل يعني نوعا ما. هذه المشكلة ستكون هناك مشاكل، وستكون هناك مشاكل أكثر إذا استمر تغييب الدولة عن محافظة تعز وعن المناطق المحررة في محافظة تعز على وجه الخصوص. بقاء المسميات الحالية وبقاء المجموعات المسلحة الذي فرضها الأمر الواقع في تعز وفرضتها الحالة الذي كانت تمر بها تعز عندما انقلبت الألوية الذي كانت تسيطر على تعز على المحافظة وقامت بشكل عنيف بضرب المدينة، اضطر أبناء تعز لتشكيل هذه المجموعات. ولكن الآن بعد التحرير جزء كبير من المدينة لم يعد هناك داعي لهذه المجموعات، وإذا استمرت هذه المجموعات فستتقاتل اليوم أو غدا
بدواعي يعني ليست بهذا الحجم الذي الذي تدعيه. فهم يحاربون عدو واحد، يحاربون يوجد امامهم قضيه واحده، ولكن هناك اشياء صغيره جدا خلافات صغيره جدا قد تسبب الكثير للمدينه ولابناء المدينه. نعم، ربما استاذ حفظ هذا ما كان يدعي اليه كثير من الناشطون، ان المساله ان تسلح بشكل عشوائي، ان لا تنظم المقاومه تحت او تنضم تحت لواء الجيش، يجعل المساله مشتته وغير منضبطه ولا يستطيع الامساك بها. يعني الاتفاق الذي حدث بعد 10 ساعات من اطلاق النار، يعني هل تجد انه قد يكون مجدي؟ وجود نقاط تفتيش، منع الدراجات الناريه، يعني دوريتين من كل فصيل مسلح. هذه النقطة أود أن أناقشها معك، ولكن بعد أن ينضم معنا العقيد محمد المحمودي نائب مدير أمن تعز عبر الهاتف من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور، نعم أهلا بك سيادة العقيد. يعني الاختلالات الأمنية التي تبرز من فترة لأخرى في تعز، والتي ربما تنشأ بين فصائل مسلحة مختلفة، لما لا يكون هناك حلول جذرية لمثل هذه الاختلالات، خاصة في مناطق أصبحت محررة ويفترض أن تكون تحت لواء الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر القناة على اهتمامها بالوضع الأمني في محافظة تعز. نقول الحل الأمثل لهذه الإشكالية أن تنضم جميع قيادة المقاومة الشعبية وفصائل المقاومة تحت قيادة الجيش الوطني وتحت قيادة المحور. يجب أن تعمل جميع الجهات لإعادة الدولة المفقودة ومساندة الأجهزة المسلوبة إرادتها. فإعادة جهاز الأمن يجب أن يكون عمل الجميع، إعادة جهاز الأمن وإعادة السلطة المحلية التي تقود المحافظة إلى بر الأمان إن شاء الله. نعم، ألم يصدر قرار سيادة العقيد بانضمام كافة أفراد المقاومة الراغبة بالانضمام إلى الجيش الوطني؟ نعم، لقد صدرت هذا القرار، لكن نعم. نحن في إطار دمج هذه القوات إلى قوات المسلحة. نعم، حتى يتم الدمج يعني أين هي الدولة؟ لما تترك يعني وجودها فارغا لهذه الجماعات المسلحة التي يعني كما يعني قال ضيفي هنا الأستاذ حفظ الله العميري بأنها قد يكون هدفها واحد وعدوها واحد وما تريده شيء واحد، ولكن جماعات مسلحة ليست تحت قانون أو ليست منضبطة تحت دولة، بطبيعة الحال ستحدث بينها يعني اختلافات واشتباكات. بعد إسقاط الدولة وأجهزتها، عودة الدولة أصبح صعب. نحن ما زلنا نخوض رحل معارك مع هذا الغازي. نحن اليوم ننظم ساحة حرب، الحرب نتيجة طبيعية تكون عنها الفوضى. يجب عودة الدولة وأجهزتها بأسرع وقت. الدولة ضعيفة، ما زالت ضعيفة في إطار النشوء. يجب الكل أن يتكاتف لعودة هذه الدولة. ليس لنا مخرج من الفوضى الآتية بعد الحرب في اليمن إلا أن نلتف حول مشروع الدولة. الدولة القوية العادلة الحامية لكل الفصائل ولكل الناس في هذا الوطن. نعم، إذن ما هي المعالجات التي يمكن للدولة أن تقدمها في ظل إمكانياتها المتاحة؟ المعالجات هي أولا إنشاء السلطة المحلية وتقويتها، إعادة الجهاز الأمني وإرفاده بالإمكانيات، دمج قوات المقاومة الشعبية والفصائل المقاتلة في قوة الجيش وتحت قيادة المحور والقيادة العليا للقوات المسلحة والأمن. نعم، هل تم تقديم هذه الأفكار سيادة العقيد والرؤى التي طرحتها الآن لقيادة المحافظة؟ تم طرحها لقيادة المحافظة وتم تداولها أو مناقشتها في قيادة الشرعية. نعم، هو يعجز هناك في نقص مالي أو نقص في إعادة بناء هيكل الدولة لما تدمر الاقتصاد، ما تسبب به هذه الحرب لتدمير الاقتصاد الوطني والثروة الوطنية، ولكن بتكاتف الجميع وبإخلاص الجميع يمكن أن تنجز مهمة إعادة الدولة.
نعم، وهذا ما نأمله سيادة العقيد، ويعني نثق في ذلك، ونعلم أن الدولة تعيش يعني مراحل حرجة في هذه الفترة، ولكن نأمل يعني أن يتم معالجة هذه الإشكالات التي ربما تسيء للمقاومة أولا وأخيرا. شكرا جزيلا لك العقيد محمد المحمودي، نائب مدير أمن تعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ حفظ، سمعت الحديث العقيد محمد المحمودي. هناك إشكالات تواجه الدولة، ربما أبرزها ضعف الدولة حاليا، انشغالها بمسألة التحرير، عدم وجود الدعم المادي الكافي لفرض السيطرة ولإعادة السلطة المحلية وإعادة الجهاز الأمني بكامله، ما رأيك؟ أنا أستغرب بعد شهور كثيرة من إعلان دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني، لا يوجد لحد الآن إلا عبارة عن مسميات أنا أعتبرها مغالطات. عندما تقول كتائب أبو العباس التابعة للواء 35، يعني عندما تنسبها لأبو العباس فهي تابعة لأبو العباس، لن تتبع اللواء 35. وعندما تقول كتائب حسب التابعة لفلان وقائدها فلان فهي لا تتبع في الحقيقة الجيش الوطني، وإنما تم الالتفاف على هذا القرار وتم التسمية على هواهم. القضية الثانية، عندما يقول الفد محمد على أنه لا يوجد هناك إمكانيات ولا دعم مادي، كيف سيمول الجيش الوطني والمسؤول المالي هو أبو العباس؟ المسؤول المالي للجيش الوطني هو أبو العباس، وخرج لنا قبل فترة بتقرير وحتى أنه سرق قيادة الجيش الوطني. فعندما تمول أنت، عندما في مثل يقول اليد التي تأخذ لن تضرب، عندما يمول الجيش الوطني من يكون مصدر تمويله من قائد مجموعة مسلحة، فلن تنضم هذه المجموعة المسلحة ولن يكون للجيش الوطني أي قرار داخل مدينة تعز. نعم، برأيك يعني بهذا الشكل سيبقى الخلل باقي؟ سيبقى ما دامت هذه المجموعات موجودة على الأرض، وسيبقى ما دام هؤلاء ما دام هناك دعم من الحكومة الشرعية ومن القيادات عليا في الدولة لمجموعات معينة بذاتها، ما دام لا يزال هناك لا توجد إرادة سياسية في توحيد الجيش الوطني وخاصة في تعز، وجدت إرادة سياسية في توحيد الجيش الوطني في مأرب، ورأينا نموذج عظيم نفخر به كيمنيين جميعا في مأرب، تأسس الجيش الوطني بقيادة واحدة، وحتى أنه منظمات المجتمع المدني والإعلام وكل شيء موحد في مأرب إلا في تعز. لماذا تعز؟ لماذا هناك الإرادة السياسية غائبة في تعز، وإلا لتوحدت جميع القوى السياسية وجميع الفصائل العاملة على الأرض. عندما تعز، عندما هناك يوجد مجموعات مسلحة تقوم بدعمها الدولة أو التحالف، بالمقابل لا تقوم بدعم الجبهات الأخرى، يعني هناك تفاضل وهناك إرادة سياسية لا تريد أن تتوحد المقاومة على الأرض في تعز، ولا تريد لتعز أن تتحرر أو تكون نموذج لحسابات معينة قد لا نعلمها بالطبع. نعم. طيب أستاذ حفظ، يعني كنت طرحت لك نقطة قبل اتصال العقيد محمد المحمودي، يعني الحل الذي توصلوا إليه وهو نقاط التفتيش، الدراجات، منع الدراجات النارية في فترات محددة، دوريتين من كل فصيل مسلح، وجود هذه الدورتين ألا يعزز يعني وجودهما وأحقيتهما بالتحكم بمسار المنطقة؟ هم عالجوا المشكلة بمشكلة أكبر، مثل ما عالج أبو العباس مشكلة المفصعين، وهذا اللفظ أنا أعترض عليه جدا. لا يوجد مفصعين في مدينة يوجد فيها ألوية عسكرية وقادة عسكريين، لا يوجد مفصعين في مدينة يوجد فيها مدير أمن ويوجد فيها إدارة أمن ويوجد فيها دولة مدينة مدنية كانت رمز للثقافة ورمز للعمل المدني ورمز حتى للثورة الشعبية السلمية. معالجة هذه المشاكل بمشاكل أكبر وتجسيد الانقسام الحاصل على الأرض إنما هو ترحيل المشاكل إلى وقت آخر أو إلى أيام قادمة. نعم، إذن ينضم معنا المسؤول الإعلامي لكتائب أبو العباس الأستاذ رضوان الحاشدي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ رضوان. أستاذ رضوان، هل تسمعني؟ أسمعك. نعم أستاذ رضوان، حدثنا عن الذي حدث يعني في تعز، ما هي يعني أساس المشكلة وإلى أين توصلتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة هي وبكل بساطة هي مشكلة عصابة التقطع
يرأسها غزوان المخلافي. العصابة هذه تقوم بأخذ الإتاوات من أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية بالقوة. الذي يرفض دفع هذه الإتاوات يتم تهديده. تهديد هذا الشخص بإحراق محله أو إغلاقه أو بشتى الوسائل الإرهابية التي أخافت الناس في منطقة شارع جمال، في في مقوات ديلوكس، في التحرير الأسفل. القضية هي بكل سهالة، بكل بساطة، أن غزوان المخلافي قام بالاعتداء على أحد أفراد أبو العباس وإطلاق النار عليه وإصابته وأخذ سلاحه. الفرد هذا أسعف مسؤول إلى مستشفى الحكمة، لكن غزوان لحق به إلى المستشفى وأخرجهم للمستشفى ومنع المستشفى أنهم يعالجوا أي جريح يتبع أبو العباس. وعند خروجه من المستشفى أيضا قام بالاعتداء على شخص آخر من السلفيين، فاختطف الاثنين بعد الإصابة. حاول الشيخ أبو العباس أن يتواصل مع الجهات المسؤولة، مدير الأمن وغيره من مسؤولة عن من يعني؟ إذا أنت تحدثني عن عصابة، عن مسؤولة عن الأمن. تمام. مسؤولة عن الأمن. تمام. وأبلغهم بما حدث من قبل غزوان المخلافي، لكن للأسف لم يتم التجاوب معه. طبعا أبو العباس هو لم يكن أول شخص يشتكي بغزوان، المدينة كلها تشتكي من غزوان المخلافي ومن مشاكله، لكن لا يوجد ما من يوقف هذا الشخص عن حده. نعم. اضطر أبو العباس أنه يستخدم القوة في ملاحقة هذه العصابة والقبض على. نعم. لكن ما حدث أستاذ رضوان، يعني أنا أتفهم ما حدث جيدا، ولكن يعني أن يرد أبو العباس أو أن يضطر كما قلت إلى أن يستخدم القوة، ألا ينفي وجود الدولة بهذا الشكل؟ يعني نحن نتحدث حتى وإن تم التواصل ولم تستطع أو وجد خذلان من قبل الأمن، يعني هل يعني أنت مع أو مع فكرة كل من لم تستجب له الدولة أن يتصدى هو لأخذ حقه؟ إذن سنكون نحن في غابة، لسنا في دولة. يعني هل كنت تتوقع أننا نحن أنه نسكت على الاعتداء والاختطاف؟ إيش باقي بعد ما يختطف أفرادك من الشارع، يتم الاعتداء عليهم، محاولة قتلهم ويتم اختطافهم؟ إيش المطلوب مني أنا كجيش؟ طيب يعني أسألك سؤال أستاذ رضوان، إن لم تكن كتائب أبو العباس مسلحة، هل كانت سترد؟ ألا يوجد يعني وجود السلاح مع كل طرف، ألا يستدعي هذا الانفعال والرد؟ 10 ساعات والمدنيين تحت قصف واشتباكات وضربات الهاون والرصاص، هل يعقل هذا؟ هل هذا ما حررتم من أجله تعز؟ وهل المطلوب مننا أننا أجلس أتفرج على هذا الشخص وهو كل يوم يقتل وكل يوم يعتدي وكل يوم يسرق وكل يوم ينهب؟ أين الدولة؟ أين الدولة أستاذ رضوان؟ يعني كل يوم كما تحدثني وهو يعني عصابة تفرض الأتاوات وتحرق الدكاكين وتصنع ما تصنع، أين هي الدولة إذن؟ هذا المفروض اللي يسأل إلى الدولة، إلى إدارة الأمن، إلى الجهات المسؤولة عن هذا الشخص. هذا الشخص يتبع لواء، ليش ما يسألش عنه في اللواء؟ هذا الشخص يتبع إدارة أمن، ليش ما يسألش عنه إدارة الأمن؟ إدارة الأمن فين؟ إدارة الأمن فين؟ نعم، وكتاب أبو العباس من تتبع؟ أنا ما أقدرش أعمل لك شيء. ها؟ نعم، إذا يعني هو يتبع لواء وأنتم من تتبعون؟ نحن نتبع اللواء 35. يعني كل جهة من لواء معين؟ هي القضية لم تكن تتبع اللواء، هم كانوا كلهم ينكرون أنه يتبع اللواء 22. بعد ما تم القبض على صهيب، تمام؟ والتحقيق معه والاتصال مع الأخ عارف جامل، وطلبنا منه أن يستلمه بشكل رسمي للتحقيق معه، قالوا أن هذا الشخص يتبع اللواء 22. في البداية الكل يستنكر من أفعاله، في البداية الكل ينكر الشخص هذا، وكل له رأي آخر وكل له تأويل آخر. نعم. حتى الآن القضية إلى اليوم لم تعالج، والسبب إيش؟ أنهم كلهم يبحثوا كيف يخارجوا غزوان من هذه المشكلة، كيف يقلبوا القضية من قضية تقطع وقتل واعتداء واختطاف وسلب ونهب بالقوة إلى قضية سوقات. القضية ليست سوقات، القضية اعتداء. طيب أستاذ رضوان،
يعني بحكم وجودكم في المنطقة، ما هو تفسيرك لغياب الدولة بهذا الشكل؟ يعني تواصلتم أنتم بالدولة بداية ولم يعني يتم عمل شيء، تحدثني عن أفعال شبه يومية لتصرفات هذا الشخص، يعني ألا تستغرب غياب الدولة أو ما هو تفسيرك الحقيقي لغياب الدولة؟ والله مدير الأمن عندما تحدثنا معه، مدير الأمن معه 8 طقومات، بينما غزوان أعتقد معه أكثر منه. مدير الأمن لا توجد معه إمكانيات، الوضع ما زال في داخل المدينة ليس بتلك القوة. صحيح أنه في عقلاء الآن تدخلوا لحل الإشكال، ولكن هناك تمييع للقضية الأساسية وهي قضية التقطع، قضية السرق والنهب. لماذا؟ لصالح من؟ لمن تروح هذه الأتاوات؟ المفروض هذه نحن نسأل أنفسنا في بيت، لا 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 نخرج من هذه القضية بشكل عابر وبشكل ضعيف. يجب أن نضع النقاط على الحروف. الشخص هذا يتبع من؟ يسرق لصالح من؟ يرتكب هذه الجرائم لصالح من؟ ما حصل الآن هو أعتقد أنه الناس كلهم يشهدوا له، حتى وإن كان مثلا نحن استخدمنا القوة وهذا الشيء كنا نحن لا نريد أن نستخدمه، لكن اضطررنا إلى ذلك للدفاع على أنفسنا من أجل طرد هذا القاتل، من أجل كسر شوكته، وهو وسيكون رادع له ولغيره. طيب إلى الآن، إلى الآن كما فهمت من كلامك لم تتوصلوا إلى حال، رغم وجود يعني أن هناك اتفاق بعد 10 ساعات من الاشتباكات مع يعني هناك السلطة المحلية، يعني تحدثوا عن أنه هناك وجود اتفاق بوجود نقاط تفتيش ودوريتين من كل فصيل مسلح ومنع الدراجات النارية في ساعات محددة، ألم يتم ذلك؟ هذا كان اتفاق اللجنة الأمنية، لكن اتفاجأنا باتفاق اللجنة الأمنية أن تطالب بنقل السوق من شارع جمال إلى مكان آخر، ويعالجوا القضية كلها هي قضية سوق القات، وينسوا قضية الرجل هذا الذي جالس يعتدي على الناس والذي يسرق والذي ينهب والذي يخوف الناس. نعم، إذن بطبيعة الحال السؤال يوجه، نعم يعني نوجه سؤالنا جميعا إلى السلطة المحلية في تعز، إلى إدارة الأمن هناك بدءا منهما انتهاء برئيس الجمهورية، أين هي السلطات الأمنية في تعز ولماذا يحدث كل ذلك فيها؟ شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان الحاشدي المتحدث باسم أبو العباس، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، عفوا المتحدث باسم كتائب أبو العباس. عودة إليك أستاذ حفظ. أستاذ حفظ، ما تعليقك على ما سمعت؟ أنا تعليق على هذا الاعتداء، على هذا الحادثة من البداية. كتائب ربما يكون غزوان المخلافي هو مشهور وانتشر في الأيام الأخيرة على أنه يقوم بعمليات اعتداءات أو إخلال للأمن في تعز، هذا عمل أصبح ليس في غزوان المخلافي لحاله، وإنما تم تكبير قضية غزوان المخلافي لأن بعض الأطراف أو بعض القوى في تعز ليست راضية عنه. هناك كمان يعني هل تجد أن الموضوع صغير وأنه تم تحجيمه؟ ليس صغير في البداية، ليس صغير في البداية، ولكن هذا الموضوع تم تكبيره أكبر من حجمه. هذا الأول. في المقابل ظهر الأخ المتحدث باسم كتائب أبو العباس وكأن كتائب أبو العباس هي المسيطرة على كل تعز، هي الحامية للأمن، بالرغم أن هناك حوادث كثيرة حدثت في مناطق سيطرة أبو العباس. لا زلنا نتذكر إلى حد الآن الهجوم الذي حصل على مدرسة 26 سبتمبر والواقعة تحت سيطرة كتائب أبو العباس. هناك حدثت هجوم على حفل وتم التهجم على النساء بحجة أن هناك اختلاط. يعني هل من 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 صلاحيات كتائب أبو العباس أن تعتدي على حفل أو على مهرجان بتهمة وجود اختلاط؟ يعني أين، لماذا لم تعطى هذه القضايا نفس هذا الزخم؟ هذا في البداية. أنا ألوم، لا ألوم غزوان المخلافي ولا ألوم كتائب أبو العباس ولا ألوم أي تسمية لهؤلاء المجموعات على الأرض، ألوم الرئيس عبد الرب منصور هادي، ألوم محافظ تعز علي المعمري الذي يدير المحافظة من عدن. لا يوجد محافظة تحرر أكثر، مدينة تحررت 95% تدار من منطقة أخرى أو تدار من محافظة أخرى. ألوم اللواء محمود المغبشي مدير أمن تعز،
لماذا لم تفعل الأجهزة الأمنية؟ لماذا لم يكن هناك إدراج أو إضافة هذه المجموعات على الأرض إلى الجيش الوطني؟ وأنا أقول إضافة مشروطة. إذا تخلت هذه المجموعات عن انتماءاتها الأيديولوجية وتخلت عن تبعيتها لأبو فلان أو لأبو علان فتضاف إلى الجيش الوطني، أما إضافة ملتوية مثل الآن كتاب أبو العباس التابعة للواء 35 هي تابعة لأبو العباس قبل أن تتبع اللواء 35، إضافة مشروطة بأن تتخلى عن جميع أيديولوجيتها، إضافة مشروطة بأن يكون مشروعها هو المحافظة على أمن تعز حتى أنا ضد كلمة مقاومة، لأن هناك أصبح معنا جيش وطني يؤدي واجبه ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية. لا يوجد لحد الآن، أنا أعتبر أنا يفترض أن لا يكون مسمى مقاومة. المقاومة أنشئت في البداية كفرض أو كأمر واقع، الآن أصبح لدينا جيش وطني يؤدي واجبه في الجبهات. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ حفظ أنت أستاذ داء المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ حفظ. استاذ حفظ، يعني ربما يعني هناك من يطرح انه هذه المشكله سواء حجمت ام هي بحجمها المشاكل السابقه التي تمر التي نعلم بها والتي لا نعلم، الا يفترض ان تكون وازع ل يعني سرعه وجود الدوله في هذه المناطق المحرره؟ يعني ربما لم يكونوا باستيعاب ان الفصائل المسلحه قد تشتبك مع بعضها البعض، الان 10 ساعات من الاشتباك ليست قليله بالمره، هناك استخدام لآلات ثقيله، هناك استخدام لمعدات يعني ليست عاديه يفترض داخل المدينه. يعني هل تتوقع ان مثل هذه الاشكاليه ان تجعل من الدوله تتحرك بصوره اسرع؟ أم أن الاجتماع الذي خرجوا به ولم يحل شيئا هو قرار ضم المقاومة إلى الجيش مضى عليه شهور والآن لم يتم تنفيذه. مثل ما أسلفت سابقا، هناك لا توجد هناك إرادة سياسية لتوحيد المقاومة في تعز. لماذا تعز؟ لا نعلم. أنا هنا أعيب على أبناء تعز، أبناء تعز وأبناء إقليم الجند بالذات. كنت أعتقد وكنت أفكر عند طرح مشروع الأقاليم بأن هذا الإقليم سيكون هو أول من سينهض، هو أول من سنة بحكم أن تعز هي المخزن البشري الهائل في اليمن، حكم أن تعز عاصمة للثقافة اليمنية، حكم أن أبناء تعز قادة على الأرض وقادة حتى متعلمين ومثقفين. للأسف الشديد حتى أن أبناء تعز لم يساعدوا أنفسهم، قبل أن يساعدهم الغير لم يساعدوا أنفسهم. كنت الآن عندما أرى كتائب أو مسميات معينة أتذكر كتائب القذافي، أتذكر الألوية الذي في سوريا والمسميات يعني هناك أخذ لنموذج سيء فقط على الأرض في تعز، وهو نموذج التقسم والتشرذم إلى مسميات معينة، ونسوا إن هناك نماذج رائعة مثل النموذج الذي طبقه الجيش الوطني في مأرب، كان نموذج رائع. الآن مأرب أنا أعتبر أنها وجهت صفعة للجميع، المأرب اللي صورها لنا علي عبد الله صالح بأنها مدينة قبلية ومدينة ثأر، كان إعلامي صب في هذا الاتجاه، وكان مأرب الآن تنهض، هناك مشاريع كبيرة تدار في المدينة وهناك نهضة غير متوقعة وهناك مدنية واضحة. نعم، تعز بالعكس يعني فاجأتنا كثيرا أن هناك لا زال يعني بعد أن تحرر كثير أو أجزاء كبيرة من المدينة لا زال هناك خلافات على أشياء تافهة، على أشياء لا يفترض أن تكون حتى محل خلاف. الإرادة السياسية قتلت تعز، ولكن أبناء تعز وأبناء المدينة قتلوها مرتين. من أي ناحية؟ من ناحية الخلافات لا لها داعي، حتى إن التكبير الإعلامي، القوى السياسية عندما لا ترضى عن طرف سياسي بعينه تضخم المشكلات وتقوم مع الطرف الآخر. هناك قوى سياسية وإعلاميين وأقلام وجرائد وقنوات فضائية عندما توجد مشكلة تضخمها وتوجد في الطرف الآخر مشاكل لا تتنبه لها. هناك حتى انقسام داخل المدينة في الطرف الإعلامي، في الطرف الحقوقي، في الطرف العسكري.
القضية أصبحت يعني مجرد مماحكات سياسية. وقوفنا ضد الميليشيا ليست لأنها ميليشيا ولأنها تتبع فلان أو علان، لأنها تتبع فلان وعملت خطأ يتم تكبيره. عندما تواجه ميليشيا تتبع فلان فإن هذه الميليشيا هي المخولة وهي البطلة، وهي بالرغم من أنها كلها مجموعات مسلحة على الأرض. المفروض أنت كقلم صحفي أو كصحفي أو محسوب على أي قوة من القوى الموجودة على الأرض أن تواجه هذا العمل كعمل، وليس لأنه تابع لفلان أو تابع لعلان. طيب يعني هناك من يطرح أن خروج الفصائل المسلحة من المدينة للجبهات يعد حل يعني أو أحد الحلول الجذرية لهذه المشاكل. ما بقى كتائب أبو العباس أو غزوان أو غيره في المدينة؟ لما لا يذهبوا للجبهات؟ ألم يشكلوا للحفاظ على المدينة ويتركوا الساحة للدولة؟ أنا ليس مع ترحيل المشكلة إلى المستقبل، أنا مع حل المشكلة جذريا. حل هذه المشكلة جذريا، إذا حتى وإن رحلوا إلى الجبهات وتم هناك فإنهم ستظل المشكلة مرحلة إلى المستقبل، وسيعودون في حال تم هناك إيقاف لإطلاق النار، أو سيعودون إلى داخل المدينة وستعود المشكلة من جديد. وسنعود، أنا مع دمج مشروط المقاومة لهذه الفصائل المقاومة مع بالجيش الوطني، ولكن دمج مشروط. يعني أنا ليس مع الدمج الذي تم هناك، يقول أن هناك دمج وتم صار الدمج وصارت تتبع، لا يوجد دمج الآن، وإنما هناك عبارة عن التفاف فقط لا غير. ترحيل المشكلة إلى المستقبل سيسبب في إطالة هذا الصراع وسيسبب في إطالة هذه الاختلالات في مدينة لم تعد تتحمل. أبناء تعز الآن يعانون، نحن لم نتخلص ولم نضحي هذه التضحيات كلها من أجل أن نستبدل ميليشيا بأخرى، من أجل أن نستبدل قاتل غريب بقاتل مألوف. هذا ضربة من الجنون أن يستمر هذا المعاناة بعد أن تحررت. يجب أن تكون المناطق المحررة مثال، من المعيب أن تكون منطقة الحوبان التي تسيطر عليها ميليشيا المخلوع والحوثي أكثر استقرارا من داخل المدينة، من مناطق مثل الكلابة والمناطق الروضة أو غيرها، يعني أو المنطقة الشرقية. يعني هذا عيب في حق أبناء تعز، يعني أنت حررت المدينة لكي تستخلص من كابوس ليأتي كابوس آخر، يعني غير منطقي. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد العزيز وكيل محافظة تعز من تعز. مساء الخير أستاذ محمد. نعم، أهلا بك معنا في المساء اليمني أستاذ محمد. يعني أسألك، أين هو دور السلطة المحلية فيما حدث من اشتباكات بين يعني الفصائل المسلحة في تعز؟ أولا أشكركم على إتاحة لنا هذه الفرصة. وبالنسبة لدور السلطة المحلية، طبعا المحافظ أول ما بدأ في الاشتباكات واللي هو المحافظ طبعا الأخ علي المعمري والأستاذ علي المعمري هو طبعا رئيس السلطة المحلية، فأول ما بدأت الاشتباكات حصل تدخل مباشرة بالاتصال إلى قائد المحور، وقائد المحور أيضا تدخل بصورة مباشرة. الصورة المباشرة بعد 10 ساعات أستاذ محمد؟ نعم. الاشتباكات حسب الإعلام ظلت 10 ساعات. 12 ساعة حوالي 12 ساعة. أين الصورة المباشرة بعد 12 ساعة؟ تمت حدود في الاشتباكات حوالي 12 ساعة فعلا، من 9 مساء إلى 9 صباحا. وطبعا توقفت الاشتباكات كان إعلان بناء على تدخل السلطة المحلية وتدخل قائد المحور. واليوم هذه حصل اجتماع لقيادة الجيش برئاسة قائد المحور وبتواصل من الأخ رئيس السلطة المحلية الأستاذ علي المعمري، وشكلوا لجنة للتحقيق. وفي الأخير يعني قضية ممكن تحل في إطار داخلي، والحمد لله أنه ما أدش إلى نتائج وخيمة، سواء على مستوى المواطنين سواء على مستوى المجموعات الشبكات يعني. نعم، لكن كان معنا والحمد لله يعني. نعم أستاذ محمد، كان معنا الأستاذ رضوان الحاشدي المتحدث. كان معنا الأستاذ رضوان الحاشدي المتحدث باسم كتاب أبو العباس، وجد أن لم يتم هناك حل لهذه المشاكل، وإنما يعني أقصى ما تم عمله هو نقل سوق القات، وقال أن المشكلة ليست هي سوق القات. يعني المشكلة أستاذ محمد يعني باختصار شديد هي عدم وجود الدولة،
عدم وجود الأمن ليضبط المسألة. أين هما؟ أين السلطة المحلية في مثل هذا الموقف؟ لما تتبنى الرد كتائب أبو العباس؟ لما هناك من يقوم بالتهجم على المحلات ويعني أخذ أتاوات؟ أين أنتم؟ هو في الحقيقة السلطة المحلية والأمنية، أنتم تعلمون ونحن نعلم جيدا كلنا أن السلطة الأمنية لا زالت في طور التأسيس في المحافظات. فالسلطة الأمنية اللي هي معنية الأساس في ضبط الوضع وضبط هذه الاختلالات هي لا زالت في طور التأسيس ولم تتمكن من ضبط مثل هذه الظواهر. فحسب ما حصل وهذا التدخل أودى إلى نتائج ما كانت مرضية بالنسبة لنا كمقاومة ولا كجيش وطني ولا كسلطة محلية، ففرضت على الجميع. لكن في الأخير حصل تلافي لهذا الوضع الذي حصل من قبل الأخ المحافظ ومن قبل الأخ قائد المحور ومن خلال التواصل مع قادة الجيش. طبعا الأخ المحافظ محسوب على اللواء 22، نعم. والاخ الشيخ ابو العباس محسوب على اللواء. اذا عند هذه النقطة استاذ محمد، اسمح لي استاذ محمد، يعني قلت لي ان الاجهزة الامنية لم تستكمل يعني تجهيزاتها بعد، اذا اين القيادات العسكرية؟ اذا كان فلان يتبع لواء وفلان يتبع لواء، ما هي دور قيادات الالوية بهذا الشكل؟ ولما يظل فلان تابع لفلان وليسوا جميعا هم تحت قيادة عسكرية واحدة؟ لماذا هناك عناصر ما زالت تسمى بكتائب ابو العباس وهناك عناصر تسمى كتائب فلان ابو فلان؟ يعني الأمر ليس منطقي، أين الدمج بهذا الشكل؟ هو ليش أنا بقول إنه الشيخ بن عباس على اللواء 35 لأنه قد دمجوا في إطار اللواء 35. الغزوان محسوب على اللواء 22 باعتبار أنه قد دمجوا في إطار اللواء 22. فقرار الدمج ساري المفعول وكلهم قد انصهر في إطار لواء من الألوياء. ولكن هذا الإشكال اللي حصل بحكم دوم في المدينة. فكتائب أبو العباس ما يسمى بكتائب العباس والذي هي الآن في إطار اللواء 35 هي معنية في الجبهة الشرقية، وكذلك اللواء 22 والذي يندرج ينطوي في إطار الغزوان المخلافي وأخوه اللي كانوا طرفين طرف في المشكلة القضية اللي حصلت. فطبعا لهم اشتباكات بين فصائل المقاومة. أين موقع الأمن في إطار التأسيس؟ مش قادر يحسم هذه الأمور. طيب يا أستاذ محمد، يعني أستاذ محمد اسمح لي، يعني بالله عليك، يعني مشاهدين المتابعين، هل يعني الأمر مقنع أن تقول لي أنهم انضموا، المقاومة انضمت إلى الجيش وما زلت تسميهم كتائب أبو العباس وما زال غزوان المخلافي وجماعته؟ يعني أنا لا أستوعب أن يكونوا تحت ألوية الجيش أو منضمين للجيش الوطني وما زالوا بهذه المسميات. إلا هم بالأساس أنطوا فكرة الدم كتاب ابو العباس في اطار اللواء 35 في اطار اللواء 35، غزوان وجماعته في اطار اللواء 22، نحن نعتبر اللي حصل كانه حصل بين اللواء 22 واللواء 35. لذلك كان الاجتماع اليوم بقياده الجيش بحضور قائد اللواء 22 بحضور قائد اللواء 35، برئاسه قائد المحور بحضور قائد اللواء 72 بحضور قائد اللواء 117 اللي هم مثلوا قاده الجيش الوطني في المحافظه. وكان الاجتماع يعني وقف على هذه القضيه التي حصلت وعلى اساس انه ايضا شكلوا لجنه للتحقيق بحيث انه بما لا يسمح بتكرارها مستقبلا. نعم، ما هي نتائج الاجتماع استاذ محمد؟ ما هي نتائج الاجتماع؟ هل خرجوا الى يعني حلول جذريه لهذه المشاكل حتى لا تتكرر؟ نتائج الاجتماع مفتوح، نتائج الاجتماع اليوم هو شكلت لجنه للتحقيق في اللي حصل، وهذه اللجنه شكلها يومين على اساس لإنجاز مهامها، وعلى يوم الاثنين القادم ستكون في اجتماع للجنة الأمنية وعلى ضوئه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ما حصل ووضح لعدم تكرار مثل ذلك إن شاء الله. نعم، سؤال أخير أستاذ محمد، يتساءل الكثيرون يعني هذه الفصائل المسلحة والتي تتبع الأولياء لما هي باقية في المدينة؟ لما ليست في الجبهات وتتولى مسألة حفظ المدينة أجهزة الأمن؟ فعلا من مهام أيضا الجيش 35 ممثلا بكتائب العباس الذي هي ماسكة المنطقة الشرقية إضافة إلى اللواء 35 اللي هو ماسك المنطقة الشمالية
فهم في معنية في أيضا بحفظ الأمن والاستقرار في داخل المدينة في هذه الفترة حتى يتم استكمال إجراءات تأسيس الأمن والشرطة الأمنية الشرطة في محافظة بحيث تتمكن من أداء دورها. وهم الآن الكل معنيين، لكن اللي حصل اليوم اللي حصل في الأمس هو حصل سوء تفاهم، وهذا سوء التفاهم أدى إلى مثل إلى ما حصل. وإن شاء الله تتكرر يعني في المستقبل، يعني بحيث إنه السلطة المحلية وقيادة المحور طبعا مهتمين ومتابعين بحيث يعملوا على أساس بعدم تكرار مثل هذه، سواء من قبل هذه العلوية أو من قبل علوية أو جديدة أخرى. فالحمد لله إنه يعني لا. في اهتمام كبير من جانب السلطة المحلية والمحور، يعني نأمل يعني أن نعم نأمل أن يعم الأمن واستقرار كل محافظة تعز. يعني ما يعنينا في نهاية الأمر نعم أن يستتب الأمن وأن تنضم وأن يتوحد الجيش، يعني جميعا تنضم جميع الفصائل المسلحة تحت لواء الجيش. شكرا جزيلا لتجاوبك معنا أستاذ محمد عبد العزيز وكيل محافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أستاذ حفظ، هل لك تعليق على ما سمعته من الأستاذ محمد؟ الأستاذ محمد عبد العزيز هو أثبت لي أو أكد المعلومة التي ذكرتها سابقا، معلومة المغالطة. كان قبله رضوان الحاشدي المتحدث باسم كتائب أبو العباس. إذا كانت كتائب أبو العباس تتبع اللواء 35، لماذا لا يكون رضوان الحاشدي هو المتحدث باسم اللواء 35؟ أبو رضوان الحاشدي تتكلم باسم كتائب أبو العباس. هذه أنا أرجو من قادة تعز أو من قادة السلطة المدنية من تعز ألا يشرعنوا لهذه الميليشيات. تسمية هذه الجماعات أو نسبها إلى الجيش وهي تتعامل على الأرض باسمها وبصفتها وكذلك يعني وكذلك. أنا لفت انتباهي يعني كلمة أن كتاب أبو العباس المسؤول عن المنطقة الشرعية الشرقية، يعني هل تم تقاسم المناطق المحررة كمربعات؟ هذه تتبع فلان وهذه تتبع فلان. هي فعلا مقسمة، هي فعلا مقسمة على الأرض، ولن تتخلى هذه المجموعات إلا في إطار دمج. أنا أطالب السلطة الآن، السلطة الشرعية في تعز أو السلطة التنفيذية في تعز، أن لا يشرعنوا لهذه المجموعات. أطالب الإعلام أن لا يسميهم كتائب فلان أو لا ينسبهم إلى الجيش، وهم فعليا لا ينسبون الجيش ويسيطرون على مناطق معدة باسمهم، وحتى لا يسميهم مفصعين. لا يوجد مفصعين هناك، تسمية مفصعين هو نسب القضية إلى مجهول. هناك أشخاص معينة، هناك كتائب أو مجموعات معينة يجب أن نسميهم بالاسم، ويجب أن نتعامل معهم كمتمردين. إذا لم أطالب السلطة، حتى أطالب السلطة الشرعية أن تتعامل معهم كمتمردين في حال فرضت عليهم الانضمام المشروط أو الانضمام المشروط كما ذكرت سابقا إلى الجيش، وتم رفض هذه الأوامر. أطالبهم أن يوقفوا الدعم عن هذه المجموعات، حتى أن يعاملهم كمتمردين لكي تتنفس المدينة. المدينة الآن مخنوقة من الداخل والخارج. نعم، هذه المطالبات رضواني، عفوا أستاذ حفظ، يعني التي تطالب بها أنت الآن والتي نطالب بها جميعا، نطالب بها الناشطون والمدنيون في تعز، يعني طلب السلطات المحلية والأمنية حفظ الأمن وتفعيل المؤسسات في المناطق المحررة، المؤسسات الأمنية والعسكرية. هل ستجد صدى برأيك؟ نحن نأمل أن تجد صدى. نحن نأمل، لازلنا عاقدي الأمل بالمحافظ علي المعمري وحتى في القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي وبرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أن يستجيب لهذه المطالب، ونطالب قيادة الجيش الوطني ونطالب رئاسة هيئة الأركان أن تستجيب بسرعة لهذه المطالب، أن لا تميع القضية أكثر. هناك مدينة الآن تحرر أكثر من 80% من المدينة، يجب أن تكون نموذج رائع للمناطق التي لم تحرر. إذا كان هناك مواطنين أو أصدقاء لي في الحوبان يقولون لا نريد النموذج الموجود في كلابة أو الموجود في المناطق الشرقية أو الموجود في مكان فلان، نحن الآن آمنين بقدر أنه صحيح أن ميليشيات الحوثي تلاحق الإعلاميين تلاحق، لكن المحلات آمنة. فهنا لازم تكون المناطق المحررة هي النموذج وملهمة للمناطق الأخرى لكي تنضم لها ولكي يكون لها حاضن شعبي في المناطق التي لم تتحرر بعد.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ حفظ الله العميري الناشط السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من مساء اليمني. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.